لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. بدءا مرحبا بالجميع في هذا المجلس المبارك، وما دام أنه مجلس عقد لأجل كلام الله عز وجل فهو شريف. وفيما يخص فضائل القرآن فهي كثيرة لا تكاد يعني أن يحصيها الحاص أو العاد، فيكفيهم شرف أنهم ينتسبون إلى كلام الله عز وجل. والقرآن له فضائل كثيرة لحافظه ولقارئه، فمن رحمة الله بنا أن لم يجعل هذا الفضل قاصرا على الحفاظ، وإنما دخل معهم القراء. فمن لم يكن يحفظ وكان قارئا للقرآن بمعنى أن له ورد لا يتخلف عنه فهو يدخل تحت هذا الفضل. فقد أخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. فقلنا من فضل الله عز وجل أنه قال قرأوا القرآن ولم يقل احفظوا القرآن، فمن يعني كان قارئا للقرآن ناله هذا الفضل الذي يعني لم يحصله إلا يعني بهذا السبيل. وانظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال فإنه يأتي يوم القيامة فإنه شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ولا يخفاكم أن في اللغة العربية أن الصاحب أو الصحبة هي الملازمة والمعاشرة، فلن تكون يعني صاحب القرآن حتى تلازم هذا القرآن ولا تفاهم.